تعالوا بقى نعمل مع بعض دلوقتي فطيرة التوت الأسود أو تشيز كيك التوت الأسود أو حلوة التوت الأسود، سموها زي ما انتوا عايزين، بس إن شاء الله هتعجبكم جدا. علشان نعمل الوصفة دي هنستخدم كريمة الخفق بتاعة جهينة، فطبعا انتوا عارفين إن هي بتتشال في التلاجة سواء كنا فتحناها أو ما فتحناهاش، لازم تتشال في التلاجة، ما ينفعش خالص تتحط برة وإلا بتبوظ، ولما تتفتح الحقيقة إنه يفضل استخدامها في 3-4 أيام علشان ما تبوظ. وفي بدل الحجم ده حجمين تانيين، حجم يعني ده اللتر، في نص لتر وفي ربع لتر، فانتوا جيبوا حسب استخدامكم. انا شخصيا في البيت بجيب الاحجام كلها واستخدم لكل وصفه الحجم بتاعها علشان ما افتحش واسيبها في الثلاجه. نفتح ونقول مقاديرنا ونبتدي نشتغل على طول. عندي بسكوت مفروم 1/3 كوبايه زبده، جبنه كريمي 230 جرام، 400 جرام من الحليب المكثف المحلى، معلقه صغيره من بشر الليمون، 3/4 كوبايه من عصير الليمون، كوبايه من كريمه الخفق جهينه، 2 معلقه كبيره من السكر العادي، وعندنا للتقديم توت ونعناع وسكر ويعني شويه حاجات كده لطيفه ممكن نلعب بيها كده شويه في التقديم يعني. معلش انا اسفه لانهم مش محطوطين اهو كده. اوكي اوكي طيب هنعمل ايه بقى؟ هقول لكم حالا. اول حاجه تعرفوها ان لازم الجبنه تكون في درجه حراره الغرفه، كريمه الخفق بتاعه جهينه لازم تكون ساقعه، المضرب اللي هنضرب بيه والحله اللي بنضرب فيها لازم يكونوا نضاف جدا ولازم يكونوا متنشفين كويس قوي. خلاص خدنا كده التوتل، وممكن دول يبقوا متسقعين كمان، يعني في ناس بتحط دول في التلاجة شوية. ناخد بقى بسم الله الرحمن الرحيم، الأول نجيب معلقة تساعدنا وناخد كسرول على النار عشان نحط فيها الزبدة، الزبدة شوية جامدة فأنا عايزاها أعرف أخلطها مع البسكوت، فالزبدة والبسكوت هما الطبقة اللي تحت، حطينا الزبدة على النار، نعمل بقى الطبقة بتاعت الحشوة. بسم الله الرحمن الرحيم، منعشة جدا الوصفة دي هتعجبكم قوي. جبنة كريمي في درجة حرارة الغرفة، بشر ليمون، عصير ليمون، لبن مكثف محلى، وكريمة الطهي جهينة. الأول حاجة بعملها بحط معلقة واحدة من السكر مع الجبنة الكريمي وبشر الليمون، أضرب ضربة أتأكد إن ما عنديش تكتلات. أنزل كريمة الخفق جهينة هنا، وشغل تاني، ابتدي بقى انزل اللبن المكثف المحلى هنا حسب طبعا زي السكر كده، كل واحد عايز حلاوة الوصفة قد ايه. واخد التوت جوه هنا واقفل. هعمل ايه بقى قبل ما نطلع فاصل؟ اوريكم بس واحد هنعمله ازاي. ادي الزبده على البسكوت تمام، وبشره ليمونه معاهم عشان يبقى الطعم كله ايه واخد ومدي من بعضه، واقوم حاطه البسكوت هنا واقوم واخده من الكريمه دي اللي احنا عملناها بكريمه جهينه كريمه الخفق، وكمان حطينا لها التوت وبشر الليمون، وحطينا لها الجبنه الكريمي واللبن المكثف المحلى، وبعدين اقوم واخده التوت بتاع التقديم مع
ورق النعناع. في اسهل ولا اسرع من كده؟ لا مفيش. هتخش التلاجة تطلع تاكلوها ساقعة منعشة رائعة.